ونجدد بكم هذا اللقاء وتحية وترحيب مع هذه الانطلاقات المستمرة والتحديات المتواصلة. قبل قليل أعلنت انطلاقة الشوط 11 والمخصص للإبكار. الإجذاع والمسافة هي 6 كيلومترات. بداية وإياكم نسير إلى الصدارة ونتابع انطلاقة الدهمة على الصدارة بشعار سمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين في عملية التضمير. نتابع وإياكم النقلة إلى ثاني المراكز وهنالك هوايل القادمة بشعار هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع يتواصل على المستوى الثاني. حصل تغيير من قبل توجيه القادمة لهجن الشحانية سالم بن فاران المري على المستوى الأول يغير وعلى الصدارة الأولى، بينما رابع المراكز هنالك التقدم من قبل هجر الواصلة بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. على المستوى الرابع نقلتنا إلى خامس المراكز هنالك التقدم من قبل شراعوه، وصلت الآن لهجن الشحانية الصامل فرام بن محمد بن قريع يصل على خامس المراكز. هذه النتيجة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المتواجدة من خلال هذه الانطلاقات ومن تواصل هذه الأسماء الرائعة والجميلة التي تنطلق في مهرجان المؤسس رحمه الله وطيب الله ثراه. اجتمعت الأسماء وتوافدت الشعارات من أجل الانتصار المشرف والفوز الجميل. العودة وإياكم بعد ذلك إلى الصدارة. نتابع هذه الانطلاقة من قبل توجيه على الصدارة وعلى البداية لهجن الشحانية سالم بن فاران المري يتواصل على البداية. هذا هو الذهبي يقدم لنا توجيه على الانطلاق الأول. نتابع وإياكم النقلة إلى ثاني المراكز هوايل هي القادمة بشعار هجن الشحانية تواصل الصامل فران بن محمد بن قريع على المستوى الثاني، بينما ثالث المراكز هنالك الدهمة التي وصلت على ثالث المراكز بشعار سمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد آل نهيان الصادق فضل الأمين القادم على المستوى الثالث. أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرين متواجدين مقدمين لنا هذا الاسم الرائع الحاضر في هذه الانطلاقة على المشهد الثالث. نتابع وإياكم رابعا والوصول من قبل هجر لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم المشاغب على المستوى الرابع. النقلة نقلة المركز الخامس وهنالك الدور يتجدد عند ولها الواصلة على خامس المراكز لهجن الشحانية برنس المضمرين ياتي جار الله بن محمد بن عقيل. أبو محمد يتواصل في هذه المسيرة ولكن نتابع هجن المرقاب القادمة على خامس المراكز تغير مجريات هذا الشوط مع غالية. غالية غيرت الآن لهجن المرقاب خميس بن سعيد الغوشري يتقدم على خامس المراكز. هذه هي الأسماء وهذه هي الشعارات المنطلقة والأسماء المتواصلة. 3 كيلومترات انقضت وما تبقى إلا مثلها والصدارة والبداية مع توجيه على الصدارة وعلى الانطلاق الأول. توجيه تتوجه إلى خط النهاية بسلام مع هذه الانطلاقة الرائعة بشعار مؤسسة هجن الشحانية بتواصل العنابي وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري حيث يقدم لنا توجيه على الصدارة الأولى. نتابع وإياكم النقلة إلى ثاني المراكز وهنالك هوايل تغير المجريات الأولى وتنطلق إلى الصدارة لهجن الشحانية بقيادة الصامل فاران بن محمد بن قريع. يصل بو محمد الآن ويقدم لنا هذا الاسم الرائع. النقلة إلى ثالث المراكز
حيث الانطلاقة من قبل التهمة وصلت الآن بشعار سمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد آل نهيان. يتواصل الصادق فضل الأمين على المستوى الثالث، يقدم لنا هذه البطلة التي تنطلق على ثالث المراكز. رابعا وغالي القادمة لهجن المرقاب خميس بن سعيد الغوشري على المستوى الرابع، النقلة إلى خامس المراكز. هنالك الانطلاقة من قبل صيت، وصلت الآن وحضرت صيت القادمة لهجن الشحانية. الذهبي سالم بن فاران المري يتقدم على رابع المراكز، غيرت بدورها إلى المستوى الرابع، تسللت الآن والقادمة هنالك اللحوق. اللحوق وصلت لهجن، وصلت اللحوق الآن لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل على المستوى الخامس. هذه هي الانطلاقة وهذا هو التواصل، ولكن البداية والانطلاق الأول. البداية مع هوايل، هوايل على الصدارة الأولى، تتقدم الآن لهجن الشحانية، تتواصل بشعار وهذا الانطلاق المتميز. فاران بن محمد بن قريع في عملية التضمير، توجيه ثانيا لهجن الشحانية. يتقدم الذهبي سالم بن فاران المري على المستوى الثاني، وثالثا القادم صيت الواصل صيت لهجن الشحانية، القادم والمتقدم في عملية التضمير سالم بن فاران المري على المستوى الثالث. النقلة إلى رابع المراكز، وصلت غالية هلان على المستوى الرابع لهجن المرقاب بقيادة خميس بن سعيد الغوشري. اللحوق لحقت هلان، اللحوق على خامس المراكز لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل، ولكن العودة إلى الانطلاق الأول والثنائي المرح بين هذه الانطلاقة مع توجيه، توجيه على المستوى الأول، بينما النقل إلى ثاني المراكز هوايل. ولكن مرحبا 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 بهذه البطلة، مرحبا بالجوهرة النادرة، مرحبا بصيت. إذن غيرت إلى البداية وإلى الانطلاق الأول، وهل يخفى القمر يا أخوان؟ هذه هي صيت على البداية، صيت صيت على الانطلاق الأول، تتقدم بهذه الانطلاقة المتميزة، تتقدم بالأداء الرائع، بالمستوى الجذاب والفنان. هذه هي الآن تطمن جماهيرها بأنها جاهزة للانطلاقات العاتية. الآن تقدم لنا المستوى الفنان، تقدم لنا الأداء الرائع، وفي رصيدها ما الله به عليم. هذه هي الآن تقدم لنا الانطلاقة الرائعة لهجن الشحانية سالم بن فاران المري في عملية التضمير. ثاني المراكز تابعنا وإياكم وشاهدنا هذه الانطلاقة من قبل عجيبة لهجن العاصفة غياث الهلالي، وثالثا توجيه لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، بينما رابع المراكز حضرت هوايل لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع، بينما خامس المراكز كان الوصول من قبل اللحوق لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول البطلة صيت إلى خط النهاية، قاطعة مسافة 6 كيلومترات بتوقيت وقدر. متابع وإياكم لحظة الوصول 9 دقائق 24 ثانية 31 جزء من الثانية. مشكور يا أبو شارب وصباح الخير يا أخوي على هذا الأداء المتميز. بينما ثاني المراكز كان الوصول من قبل عجيبة التي وصلت على المستوى الثاني لهجن العاصفة غيات الهلالي، كان متواصلا بتوقيت وقدر 9 دقائق 30 ثانية 33 جزء من الثانية. وثالثا حضرت
التوجيه لهجن الشحنية سالم بن فاران المري. 9:30:49 جزء من الثانية. تهانينا والمبروك. التواصل مستمر. بطيء بن محمد الزعبي يوافيكم.